بتشكرك كتير مشان هاليوم. بالحقيقة أنا يلي بتشكرك. أنت شو ساوي؟ شوف أنا رح أفقد وعي وأقع على الأرض. روح يلا روح بسرعة، ما بدي انحرج قدامك قديم. نحن حكينا كتير بهذا الموضوع، وبعتقد انه اتفقنا انه الكل يكونوا قاعدين على السفرة بهذا الوقت وكل يوم، بس بنتنا لساتها برا. مشان الله حكي لي وين ميليسا يا نبهات. وانا شو بيعرفني عا كيف بتجي بعد شوي، لا تقلق. بالله شو، واساسا ابننا حابس حاله بغرفته، وكمان انت وشك ما بيتفسر ابدا، مبين انه صاير شي خطير اليوم. شو الموضوع؟ يلا حكي لي. انا متضايقة. ليش؟ تنقرت أنا ودروك شوي. خير إن شاء الله. راسي عم يجاني كتير. مرحبا. أهلين وسهلين يا بنتي، يسعد مساكي. اطلعي قديش صارت الساعة هلأ. بعتقد كتير حكينا بهذا الموضوع، بس الظاهر أنتو ما عم تفهموني. لما يصير وقت الأكل بدي الكل يكونوا موجودين على السفرة. وين كنتي لهلأ يا بنت؟ إيه ما تأخرت كتير بابا، كنت مع رفقاتي. عكلن رح غسل إيدي وإجي فورا. هي الوحيدة المبسوطة، مو متلكون. ميليسا، وين الطاقة اللي اشتروا لك يا أهلي بعيد ميلادك؟ أنت ليش عم تسأل عن هداك الطاقة دوروك؟ أمي بتعتقد أنه آسيا سرقته. اليوم اجت عبيتنا لتساعد مرت عمها، ولما أمي شافت العلبة فاضية اتهمت آسيا. أمي أنت شلون بتساوي هيك شي بالبنت؟ خلاص ميليسا بكفي بكفي، لو سمحتي لا تبلشي كمان. أساساً من الصبح عم تحمل كلام.